هذا اليوم الدراسي لمشروع الميثاق الجديد، وللهدف من هذا اللقاء هو إخراج مجموعة من التوصيات والأفكار التي سوف تسهم لا محالة في إغناء مشروع الميثاق الجديد للاستثمار. غرفة الرباط تنفتح على جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين لأنها تؤمن بالمقاربة التشاركية وبانخراط الجميع لإنجاح أي مشروع. اليوم ننخرط مع مجموعة من الفاعلين لإنجاح هذا المشروع الذي سوف يتحكم لسنوات قادمة في هذا في الوطن وفي المجال الاقتصادي عامة. مجموعة من المقترحات، خصوصا أن اليوم هذا المشروع يتكلم كثيرا عن المقاول الصغير والصغير جدا والمتوسط، اليوم يجب أن تنخرط الغرف في هذا العمل، لأن الغرف هي المسؤولة دستوريا عن تمثيل هذه الفئة لدى البرلمان بدل مع الحكومة.